بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة شرح زي التعليم. والنهاردة بعد ما تعلمنا شرح عمل الإيميل وكيفية عمل باسورد يصعب اختراقه والتعرف عليه، بنشرح ازاي تعمل مدونة مجانية على البلوجر. وبعد ما تنشئ هذه المدونة ممكن تستغلها في أشياء نتطرق إليها إن شاء الله، وهنشرحها في دروس تانية. فطبعا بعد ما عملت الجيميل وتفتح صفحة جوجل فهتلاقي المنظر بالشكل ده، فهضغط على المربع اللي هو المنقط ده، وبعدين هضغط على كلمة بلوجر اللي هي فيها البي في المربع الأصفر. بعد ما اضغط على البلوجر بتفتح لي صفحة بهذا الشكل. طبعا دي الصفحة بتاعتي فيها اتنين مدونة جاهزين اللي هي مصادر الحياة وانيو ذا وورلد. هنا عايز انشأ مدونة جديدة، فهاجي على النيو بلوجر، نيو بلوجر، نضغط عليها فبيقول لي التيتل يعني العنوان. فالعنوان طبعا بيبقى بالانجليزي الادريس، فبكتب اي عنوان. طبعا انت ممكن تكتب العنوان، طبعا احنا بنشرح فنكتب اي عنوان زي مثلا ADSEL او عنوان، نختار مثلا هاري بوي، ونضغط نشوف هل العنوان ده مطلوب يعني موجود متاح او غير متاح. انا اكتبه هنا، ننسخه وبعدين نشوف. هنا بيقول لي لا، العنوان ده طالما عامل المربع ده مش الادريس ده مش موجود. التيتل دي اسف ممكن تكتبه بالعربي، التيتل ده ممكن تكتبه مثلا بالعربي زي مثلا عالم مثلا، عادي تكتبه، لكن الادريس ده لازم بالانجليزي ولازم ما تسيبش فواصل ما بين الحروف الانجليزية. طبعا هو انا مرضاش بالمدونة فهنكتب له 120 مثلا، وبعدين نشوف هل هو هيقبل ولا لا. قبل العنوان وبقت المدونة اسمها او الادريس هاري بوي 120.blogspot.com. طيب بعد كده بتختار القالب من القوالب ده، وانا اختار مثلا القالب الاولاني اهو، وبعدين بنقول له كرييت بلوج يعني انشئ المدون. بننتظر